في عالم متداخل فيه المبادئ تحتضر، في ظل ما نحياه من فوضى ثقافات البشر. وشبابنا في أوجه لم يتخذ سبل الحذر، نبض الشباب مؤشر وعلامة تعني الخطر، وعلامة تعني الخطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الشباب. حلقتنا لهذا اليوم ستتناول الإيجابية، ومعنا المدرب، ونرحب بالمدرب الاستشاري الأستاذ محمد سرور. حياكم الله أستاذ محمد. أهلا بك أخي أستاذ. أهلا وسهلا المشاهدين، حياكم الله. الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان دائما يوصي بالتفاؤل، وكان دائما يحثنا على التفاؤل والإيجابية. لدينا فاصل ومقطع نريد أن نطلع عليه سوية، فابقوا معنا. واترك النوم وخل الوسنا، بحر هذا الدهر لا يركبه غير من يفهم هذا الزمن، بحر هذا الدهر لا يركبه غير من يفهم هذا بالدنا. فاستفق من كسل وانهض وقوم، إنما نال العلا من قد دأب، إنما نال العلا من قد دأب. نحن نحيا اليوم في دهر عجب، يسفه الرأس ويعنى بالدنا. فاستفق من كسل وانهض وقوم، إنما نال العلا من قد دأب، إنما نال العلا. ولتطوره ولا تنسى الأمل، ثقة الناس اتخذها سمة واستفد من كل أخطاء الأول، ثقة النفس اتخذها سمة واستفد من كل أخطاء الأول، واستفد من كل أخطاء. أحسن التفكير تنثر حكما، واصقل النفس على مهارة، بالمهارات تقود الأمم، بالمهارات تقود الأمم. وأدر وقتك كن منتظما، أحسن التفكير تنثر حكما، واصقل النفس على مهارة، بالمهارات تقود الأمم، بالمهارات. واشرب الهمة من كأس زلال، قف بإنجاز تجد ما رمته، واشرب
من كأس زلال واشرب الهمة من كأس زلال. مد لنا كفك واركب معنا وترك النوم وخلي الوسنا. مد لنا كفك واركب معنا وترك النوم وخلي الوسنا. بحر هذا الدهر لا يركبه غير من يفهم هذا الزمن. بحر هذا الدهر لا يركبه غير من يفهم هذا الزمن. أهلا وسهلا ومرحبا، عدنا والعود أحمد. وسنبدأ مع ضيفنا الأستاذ محمد بسؤال مهم جدا، ما هي الإيجابية؟ طبعا يعني المقطع أو الأنشودة بينت معاني جميلة جدا للإيجابية، هي الفعل والعمل والجد والاجتهاد والهمة والإنجاز، كل هذه المعاني تستطيع أن تصف بها الإيجابية. ولكن لو حنذكر معنى محدد للإيجابية، هي اتخاذ الوضع الأفضل في الوقت الأسوأ. يعني في أحلك الظروف أنت تنجز، أنت تقدم، أنت تبذل، أنت تستطيع أن تفعل، مهما أحيطت بك الآلام والعقبات أنت مستمر ومنطلق نحو أهدافك، تسعى لإنجازها بأعلى كفاءة وأعلى جودة. ما شاء الله. طيب إذن لماذا، معليش، لماذا الإيجابية؟ هنا سؤال مهم. يا سلام، سؤال يعني جميل. لماذا الإيجابية؟ يعني طبعا إحنا عارفين أن القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة يعني في آيات كثيرة ندبتنا وحثتنا إلى الإيجابية، وأيضا الأحاديث الشريفة، قول الله عز وجل في كتابه العزيز إنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات، في الخيرات. أليست نعم. هذه إيجابية؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وكما ذكر الله عز وجل في آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وعدت لمن؟ للمتقين. وقوله أيضا في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله أيضا في سورة ياسين مؤمن الرجل الصالح وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ماذا قال؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وكان في آخر البلدة خارج البلد. هذه إيجابية، حينما سمع بأمر الأنبياء الذين تعرضوا لهم، كل هذه إيجابية في القرآن الكريم وأيضا من السنة النبوية المشرفة، ندبنا الرسول صلى الله عليه وسلم وحثنا على الإيجابية. ونذكر من ذلك استبشروا ولا تنفروا، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. كل هذه إيجابية، دعوة إلى القوة ودعوة إلى التمكين. أيضا ندبنا الرسول صلى الله عليه وسلم بإيجابية كبيرة، حينما يعني سئل عنه سيدنا أنس بن مالك بعد أن خدمه كم سنة؟ 10 سنوات، كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم معك؟ فماذا قال؟ يعني قمة الإيجابية في التوجيه والتربية. أنس بن مالك كان غلام صبي صغير، حينما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم قال مرت 10 سنوات ولم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. هذه هي الإيجابية في التوجيه وفي التربية. أليست هذه الإيجابية هي ما ندبنا إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة؟ وتأتي العلوم الحديثة يعني، ويأتي الإعجاز العلمي ويثبت أن الله عز وجل في كتابه العزيز من أكثر من 1400 سنة ما ترك علما من العلوم الحديثة إلا وتكلم عنها وأسس لها وقعد لها القواعد، كما ذكرنا من كلام الله عز وجل ومن سنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. وهنا سؤال آخر، اسمح لي أستاذ محمد، يعني قد يقول قال طيب لماذا أو ما هي أهمية هذه الإيجابية في حياة الإنسان؟ يعني لماذا هي مهمة في حياة، هل هي أفأص أولا هي هل هي مهمة أو نعم. لا نعم. فإن كانت مهمة لماذا هي مهمة؟ طبعا الإيجابية هي بمثابة الوقود. يعني أنت لو عندك سيارة، السيارة تتكون من الجسم والمحركات والكفرات والمحرك، فالسيارة إذا لم يكن فيها وقود هل يمكن أن تتحرك؟ مستحيل، بالرغم من هي سيارة مكتملة الأوصاف ومكتملة الأركان، يعني على أتم صنعة وعلى أحسن هيئة، ولكن ما هو المحرك لهذه السيارة؟ هو الوقود. فإذا نفذ وقودك هل تستطيع أن تحرك سيارتك؟ كذلك نجاحك وتفوقك وتميزك في الدنيا والآخرة وقوده الإيجابية. فالإيجابيون هم من يستطيعون أن ينفذوا إلى آفاق ويتطوروا بأنفسهم ويعلوا في آفاق عدة مهما واجهوا من صعاب، فهم ذاتيون الحركة والانطلاقة، يخلقون لأنفسهم آفاق عدة مهما لاقوا من صعاب ومن أزمات في واقعهم
المعيشي أو الوظيفي أو في مستقبلهم. فهذه الإيجابية هي الحركة الدؤوب، السعي إلى التفوق، السعي إلى التميز، عدم الكلل، عدم الدجر، عدم اليأس، عدم الخنوع، عدم التعلل بأشياء خارجية. فأنت ذاتي الإيجابي ذاتي الحركة والانطلاقة، هو من يوجه بصلته نحو النجاح ولا يترك دفة بصلته لغيره يوجهها. هذا هو الإيجابي، يسعى دائما. الإيجابية هي دمه وروحه، لا يتنازل عنها أبدا في حياته. فهي بمثابة المحرك كما هي بمثابة الوقود للسيارة، أيضا بمثابة الوقود للنجاح والتفوق هي الإيجابية. هل الإيجابية مثلا علامات معينة واضحة على هذا الشخص الإيجابي؟ طبعا الشخص الإيجابي نجده دائما محوري. بمعنى إيش محوري؟ يعني مثل النواة للذرة. ماذا تفعل أجزاء الذرة حول النواة؟ تدور حولها، هل تستطيع أن تنفلت عنها أو تبعد عنها؟ فهذا هو الشخص الإيجابي، هو شخص ملهم للآخرين، محفز لهم، يعطيهم الأفكار والأطروحات العملية، يمد يده حينما يتعثر أحدهم، يكون دائما تحت الندهة وتحت الطلب، يبذل من وقته من أجل إسعاد الآخرين، يجد سعادته ليس بإسعاد ذاته بل بإسعاد الآخرين. هذا هو الشخص الإيجابي وهذه هي صفاته، دائما في حركة وديناميكية وفي تواصل مع الآخر، ويتلمس هذا ويرفع من شأن هذا ويأخذ بيد هذا، دائما تجد الناس من حوله تلتف من حوله وترتبط به لأنه هو الملهم لهم. فالإيجابي هو الملهم والمحرك، ومن يحرك الآخرين ويوجههم نحو أهداف النجاح. هذه هي الإيجابية، وهؤلاء هم الإيجابيون، هم وقود الحياة. من هو قدوتنا في الإيجابية؟ يعني كما ذكرت يعني صلى الله عليه وسلم، يعني قمة الإيجابية، عانى ما عانى يعني منذ أن ولد ومنذ أن نشأ ومنذ أن نزلت عليه الرسالة، وحينما وجه من قومه لمدة 13 سنة في مكة يدعو إلى الإسلام ويعاني ما يعاني، وعملوا عليه يعني عملية حظر لما يعني تم إيداعه والمسلمين جميعا في شعب بني عامر أو بني المطلب لمدة 3 سنوات، حتى أكل النبي صلى الله عليه وسلم ورق الشجر. فهذه الإيجابية هي الفعل في وقت الأزمات، هي عدم التراخي والتواني في وقت الصعاب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأكبر للإيجابية منذ ولادته وحتى نشأته وحتى شبابه وحتى حينما صدع بالحق، وحينما يعني واجهه قومه وواجهوه بالصد والإعراض اتجه إلى آفاق أخرى، اتجه إلى الطائف، لعل الله أن يفتح على يديه القلوب، ولعل الله أن يخرج من بينهم من يوحد بالله. إذن لم ييأس النبي عليه الصلاة والسلام، لم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته بالرغم مما عاناه من صعاب وصد وإعراض من قومه. سبحان الله، صلى الله على محمد، اللهم صلى الله صلي عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ما رأيكم لو نأخذ فاصل؟ تفضل. فاصل أعزائي المشاهدين، ونواصل معكم هذا البرنامج، فابقوا معنا. إن الأماني وسط فكري لم تزل خلف أحلامي يغطيها الكسل. إن الأماني وسط فكري لم تزل خلف أحلامي يغطيها الكسل. لكنني قررت أن أمضي بها، في كل ثانية
يواصل بالعمل ويجوب في الأرض ليلقى زهرة ويعود منها في رحيق للعسل. بل نعمل اليوم بعلم وقيم ولننشر الدين لكي تفنى الظلم. بل نعمل اليوم بعلم وقيم ولننشر الدين لكي تفنى الظلم. إن الأماني وسط فكري لن تزل خلف أحلامي يغطيها الكسل. لكنني قررت أن أمضي بها وقل اعملوا تجنى الأماني بالعمل. وانظر إلى النمل الصغير بحجمه ضرب الكتاب لنا به أحلى مثل. قد كان للنمل لنا لرسالة وتعاونوا بالبر كي تلقوا الأمل. بل نعمل يوم بعلم وقيم ولننشر الدين لكي تفنى الظلم. بل نعمل اليوم بعلم وقيم ولننشر الدين لكي تفنى الظلم. إن الأماني فكري لن تزل خلف أحلامي يغطيها الكسل. لكنني قررت أن أمضي بها وقل اعملوا تجنى الأماني. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، واستمتعنا معكم في هذا المقطع الجميل والرائع. نكمل مع الأستاذ محمد. الآن عرفنا ما معنى الإيجابية، وعرفنا أن الإيجابية مهمة، وعرفنا لماذا يجب أن نكون إيجابيين. هنا السؤال المهم، كيف أكون إيجابيا؟ يا سلام، نعم، سؤال مهم فعلا يا أخ أسامة. طبعا علشان أكون إيجابي في محاور رئيسية لابد أن أنا أركز عليها. أولا الإيجابية مع الله عز وجل، ثانيا الإيجابية مع العقل، ثالثا الإيجابية مع النفس، وأخيرا الإيجابية مع المجتمع، ومن ثم الإيجابية أيضا مع وضع المادي. نبدأ يعني بداية مع الإيجابية مع العقل. يعني إيه الإيجابية مع العقل؟ زي ما احنا عارفين أن المعلومات يعني بتنهمر علينا انهمار، ومنا من يأخذ المعلومة من مجرد سمعت وينقلها بكلمة سمعت، ولكن هل هذا هو الصح؟ لا بد أن تفلتر المعلومات التي تلقى عليك، فبعد السماع لا بد أن تتحقق من الأمر وتصل إلى مرحلة الإبصار والتمعن والتفكير، والرؤية ليس من رأى كمن سمع. وبعد الإبصار لا بد أن تمرر ما سمعته وما رأيته على إدراكك، هل هذا حقيقي أم غير حقيقي، ثم بعد كده تنقل المعلومة. فالإيجابية أيضا مع العقل، يعني نقل المعلومة أو تقبل المعلومة أولا، ومن ثم نقلها، خاصة مع وجود وسائل التواصل الحديثة
وتناقل المعلومات السريع والثري، فلا بد أن تكون إيجابي في تلقي المعلومة أولا بأن تتحقق من مصداقيتها، ومن ثم إيجابي في نقلها ثانيا. هذا أمر. أيضا من ضمن الإيجابية اللي هي قاعدة 90-10. إيه قاعدة 90-10 ديت؟ لكل شخص منا دائرتين، دائرة تسمى بدائرة التأثير ودائرة تسمى بدائرة الاهتمام. مشكلة معظم الناس أنه بيركز على دائرة الاهتمام بنسبة 90% من تفكيره ومن همه ومن وقته، ويضع لدائرة التأثير هذه 10% فقط من مجهوده ووقته واهتمامه، بالرغم لو أنه عكس واهتم بما يستطيع أن يؤثر فيه ويكون له يعني الإقدام والتأثير فيه والفاعلية، سوف يعني سوف ينجز أكثر وسوف يحقق أهدافه أكثر. ما معنى ذلك؟ يعني أنا محمد طالب جامعي أذهب كل يوم بالمواصلات، ما عندي سيارة وأتعرض للتلوث السمعي والتلوث البصري وتلوث الهواء وغيرها من الأشياء التي تزعجني في طريقي وذهابي وأيابي إلى الجامعة، ولا أستطيع أن أغير في هذه الأشياء، ولكن هذه الأشياء تهمني وتكدر جوي وتكدر علي مهامي وأعمالي ودراستي. ولكن محمد هذا ينسى أنه طالب جامعي يستطيع أن يتفوق، يستطيع أن ينجز، يستطيع أن يجد، يستطيع أن يجتهد، يستطيع أن يطور نفسه، ومن ثم ينتقل من الدائرة المؤلمة بالنسبة لي إلى دائرة أفضل ومستقبل أفضل لو ركز على ما يستطيع أن يؤثر فيه في حياته ويتميز فيه في مستقبله. معلش عندي سؤال أستاذ. تفضل أستاذ. الاهتمام الآن المقصود فيه ما يهمه الشخص، مثلا كل شخص، في شخص مثلا النساء تهمهم بعض الأسواق. نعم. وغيرها من الموضة والأشياء الأخرى. نعم. هل هذا الهم الذي تقصده، ولا ما يميل إليه الشخص من شهوات، ما يميل إليه الشخص من حب الراحة وترك العمل؟ نعم. فما هو المقصود بالهم التي تقصده؟ دائرة التأثير هي الدائرة التي أستطيع أن أنجح فيها وأعمل فيها وأن أطور نفسي فيها وأن تظهر نتيجة عملي فيها. ودائرة الاهتمام أو دائرة الدائرة المحيطة بي أو البيئة اللي أنا عايش فيها، هذه البيئة أنا لا أستطيع أن أغير فيها. فوضع المادي الذي ليس يعني بالوضع الحسن، ووضع طريقي في ذهابي وإيابي، كل هذه المؤثرات ليس لي تأثير فيها ولكنها تهمني وتؤثر علي، فأركز تفكيري وعقلي وهمي في هذه الدائرة التي ليس لي حول ولا قوة في التغيير فيها، أم أركز على عملي الأساسي وهو الدراسة والجد والاجتهاد حتى أستطيع أن أنتقل إلى بيئة أفضل؟ أيهما أفضل وأحسن لي؟ أن أركز على أن أنجح في حياتي على دائرة التأثير. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. أيضا الإيجابية مع العقل هو ضبط النفس، بمعنى أن أمتلك بوصلتي وأتحكم في توجهها حيث أنا أريد، لا أترك زمام نفسي لغيري. ليس القوي بالسرعة ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب. فلا تترك غيرك يوجهك يمنة ويسرى، يرفع من غضبك ويحط منه. لا تترك غيرك هو من يوجهك إلى العصبية. لا تترك غيرك هو من يوجهك إلى أشياء تفكر فيما بعد كيف فعلت هذه الأشياء، فلا تستطيع أن تبرر لنفسك هذا الانسياق وراء هذا الشخص. وأحيانا نحن نترك أنفسنا إلى وسائل الإعلام الحديثة، فتجد الزوجة أو المرأة التي تجلس في البيت تشاهد أحد المسلسلات، فإذا بالمشهد التمثيلي الذي أمامها، زوجة بتطلب من زوجها أن يعطيها مال كي تشتري فستان جديد لحفل زفاف صديقتها بعد أسبوع وأسبوعين، فيتعلل الزوج يعني بضيق العيش والراتب خلص والأشياء اللي زي كده الطبيعية، فإذا بالزوجة تتعصب وتتنرفز، لا العيشة كده ما تنفعش معاك، انت على طول ما بتدينيش فلوس، انت على طول مقطر علينا، هذه ده عيشة ما تنفعش، طلقني احسن. فالزوج يتعصب ويتنرفز، يلا روحي انت طالق. فاذا بالزوجة يعني تفتح عقلها اللاواعي وتستقبل هذه المعلومة وهذا السلوك دون ان تفلتره ودون ان تحدث نفسها بان هذا المشهد خطأ، فيشهد فيظهر عليها هذا المشهد في موقف فيما بعد في واقعها مع زوجها شبيه أو غير شبيه، فإذا بكلمة طلقني على لسانها تنطلق دون تفكير ودون قيود، ويحصل المحظور، وللأسف يعني ترجع لنفسها كيف تصرفت هذا التصرف، لا تستطيع أن تبرر هذا إلا أن عقلها اللاواعي اللي هو المسؤول عن 90% من تصرفاتنا هي فتحته للوسائل الإعلام ولم تفلتر هذه المعلومات
وهذه الأشياء التي يعني فعلا عمالة تعبي عقولنا وعقول أبنائنا وعقول زوجاتنا دون أن نضع لها رابط وحاكم. أقل شيء أضعف الإيمان أن تنتقد هذا الموقف حينما تشاهده، كي لا يستقبله العقل اللاواعي ويظهر على سلوكنا دون أن ندري فيما بعد. نعم. أيضا من ضمن الإيجابية أخ أسامة مع العقل، يقال في علماء البرمجة اللغوية العصبية إن إحنا أحيانا للأسف بنعطي رسائل سلبية لأبنائنا، وأن الطفل يتلقى 100,000 رسالة يوميا من الآباء، يعني كلها لا تفعل، لما فعلت ذلك، لا تفعل. فكل الرسائل التي تخرج من الآباء للأبناء كلها لا 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 لا، كلها سلبيات، وبالتالي يعني يتحول الطفل بطريقة سلبية دون أن يدري. من المفترض علينا أن نوجه أبنائنا بالإيجابيات. وأذكر قصة ذكرها لي أحد مدراء المدارس الأفاضل، حدثت معه بالفعل. قال أنه كان مدير لأحد المدارس الابتدائية، وجاءه معلم صف ثاني ابتدائي تقريبا يشتكي من طفل بالفصل، إنه كل الفصل ممتازين ما عدا هذا الطفل. فرجاء يا أستاذي المدير الكريم، يعني انقل هذا الطفل لفصل آخر، إذ ربما يعني يستطيع المدرس الآخر أو يتواكب مع طلاب يعني أقل مستوى ويكون وضعه أحسن. فإذا بالمدير الفاضل يقول للمعلم استدعي لي هذا الطفل. فيدخل الطفل على المدير في مكتبه ويسأله المدير بكل بساطة: إيش مشكلتك يا بابا؟ فيقول الطفل: والله يا أستاذ أنا غبي. تخيل يا أخ أسامة، سلبية في هذا الطفل، سلبية. نعم. فقال له: مين قال لك كده يا حبيبي؟ قال له: كل الناس بيقولوا لي كده. نعم. المدرسين، الطلاب، أبويا وأمي، إخواتي، الطلاب اللي معايا في الباص، عيال عمي، كل الناس عمالة تقول لي أنت غبي أنت غبي أنت غبي. فأنا غبي خلاص. فقال له: مين قال لك كده؟ وأخذ المدير بأسلوبه التربوي الراقي يسأل الطفل أسئلة بسيطة وسهلة: طيب يا حبيبي، 1+1 يساوي كم؟ فالولد قال له: 2. قال له: ممتاز، شاطر، أحسنت، تفضل. وأما أعطيه هدية، يسرع فيه الإيجابية، يعني الثقة بالنفس والإيجابية. الولد تشجع، قال له: طيب إيش الصلوات اللي بتكون في النهار وإيش الصلوات اللي بتكون في الليل؟ فالولد جاوب أسئلة بسيطة وأعطاه سؤال سؤالين ثلاثة، وكل سؤال يعطيه المدير هدية ويشجعه ويحمسه ويعطيه رسائل إيجابية. فإذا بالولد ارتفعت يعني همته ومعنوياته في السماء. قال له: بقول لك شيء، في حد من فصلك شاطر زيك؟ قال له: في كتير. قال له: طب الشاطرين دول جم عندي وأخذوا هدايا مني أنا مدير المدرسة؟ قال له: يعني ممكن يكون 1 أو 2، فلان وفلان بس. قال له: أخذوا كم هدية؟ قال له: أخذوا هدية واحدة. قال له: طيب أنت أخذت كم هدية؟ قال له: أخذت 5. ما شاء الله. قال له: يبقى أنت أفضل منهم ولا مش أفضل منهم؟ قال له: صح والله أنا فعلا شاطر. قال له: خلاص، لا تسمح لأحد يقول لك إنك غبي. أي واحد يقول لك أنت غبي قل له: أنا ممتاز، أنا واخد 5 جوائز من الإيش؟ المدير المدرسة. ما شاء الله. فإذا بالمدير الذكي الواعي المربي الفاضل، اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون جميع منسوبي وزارة التربية والتعليم من أمثال هذا المدير وجميع المدرسين، يستدعي المدرس: يا حبيبنا، يا أخونا الفاضل، الولد لا تعطي رسائل سلبية، شجعه، حمسه، اعطيه رسائل إيجابية. وطلاب الفصل رجاء أطلب منهم أنهم يساعدوك على هذا الشيء، ولا يعطوا الولد رسائل محبطة. وبالفعل تفاعل المدير وتفاعل المعلم، واتصل المدير على أولياء أمور الولد، وقال لهم: لماذا تنادون ابنكم بالغبي؟ ولماذا إخوانه ينادون؟ فحاول المدير بقدر ما أوتي من قوة أن يغير البيئة السلبية إلى بيئة إيش؟ إيجابية. لأن المدير إيجابي. نعم. فبقدر الإمكان وقدر المستطاع، فعلا الرسائل التي كانت ترسل للولد: أنت غبي أنت، صارت: أنت ممتاز، شاطر، ما شاء الله عليك، أحسنت، ما شاء الله تطورت. ففعلا مستوى الطفل تحول من المستوى الضعيف إلى المستوى الجيد جدا في أقل من شهر. ما شاء الله. هذا بفضل الرسائل الإيش؟ الإيجابية. الإيجابية. سبحان الله. فهذه الإيجابية مع العقل. نعم. أيضا من ضمن الأساليب الإيجابية مع العقل هي التوازن، وأن أنت تكون واقعي، يعني ولما يكون عندك أي مشكلة تواجهها لا تتهرب، يعني تفترض الفروض لحل هذه المشكلة وتسعى إلى حلها في الوقت وفي التو.
كل هذه وسائل من وسائل الإيجابية مع العقل. لناخذ المحور الآخر اللي هو مع النفس. كيف يكون إنسان إيجابي مع نفسه؟ عندنا ثلاث جوانب رئيسية. أول شيء أن الإنسان لابد أن يكون له قدوة يعني ومثل أعلى. وطبعا يعني ما في أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، هو المثال والقدوة العظمى التي نأمل من الله عز وجل في جميع أبنائنا وفي جميع يعني من يسمعنا الآن أن يربي أولاده وأن ينشئهم وأن نربي أنفسنا أيضا على سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الكرام. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكر أصحابي كنجوم بأيهم اقتديتم. فلا بد ان احنا يعني يكون لنا قدوات من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الكرام، وقد تختلف القدوات باختلاف الأوقات او باختلاف الأهداف، ما في مشكلة. يعني انا الآن اقتدي في ممارسة الرياضة بقوة النبي صلى الله عليه وسلم الجسدية، او بقوة سيدنا او علي بن ابي طالب حينما قال في يوم من لا يحملن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله فكان من علي بن أبي طالب. أقتدي في موقف يستدعي العدل بالإمام العادل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، في موقف يستدعي الرأفة واللطف والرحمة بخليفة المسلمين أبي بكر الصديق. فقد تختلف القدوات باختلاف الأوقات أو الأهداف، ليس هناك مشكلة، ليس هذا معناه تردد أو اضطراب. أيضا القدوة لابد أن تتناسب طرديا مع حجم الهدف. يعني لابد للقدوة التي تختارها، يعني إذا أنت تريد أن تسعى إلى هدف سامي وراقي فلا بد أن تكون القدوة التي تريد أن تتمثل بها وأن تحتذي بها هي فعلا قدوة بلغت إلى القمة في هذا المجال. يعني فمن أراد مثلا أن يتميز في كرة القدم فيختار قدوة من فين؟ من لاعبي كرة القدم المميزين في المجال الرياضي وفي الحسن السير والسلوك، من أمثال معظم لاعبين في الوطن العربي والإسلامي. الاستفادة أيضا من تجارب الآخرين ومن القدوات، يعني حتى لا تقع فيما وقعوا فيه. كل هذه مسائل لابد أن تنتبه إليها أخي الفاضل وأنت تستشعر القدوة والمثل الذي تريد أن تصل إليه. أيضا من ضمن الإيجابية مع النفس الاستقلالية، فلا تكون تابع، عليك أن تكون عليك أنت من تحرك دفة نفسك، وأنت من يملك زمام المبادرة. لابد أن تكون مستقلا في آرائك وفي حياتك الشخصية، فلا تضع الآخرين يؤثرون عليك ولا تترك لهم زمام أمرك. تملك أنت ما حك جلدك مثل ظفرك، فتملك أنت جميع أمرك. والله سبحانه وتعالى حينما ألقى إلينا التكليفات، هناك التكليفات الذاتية الفردية المحصورة اللي هو فرض العين على كل مسلم كالصلوات الخمس وغيرها. فهذه أمور لا تنتظر من غيرك أن يساعدك فيها وأن يأخذ بيديك لكي تتطور فيها. أيضا من ضمن الإيجابية مع النفس وأخيرا اللي هو لابد أن يكون لك أهداف في الحياة، وهذه الأهداف لابد أن تكون أهداف ذكية، لابد أن تكون أهداف ذات وقت وفيها تحدي وفيها إنجاز، ولابد أن تكون أهداف ذات قيمة وتضيف إليك وواقعية ليست خيالية، ليست يعني من نسج الخيال. ولا بد أن ترتب هذه الأهداف وأن ترتب أولوياتك، هناك الأهم فالأقل أهمية. كل هذه الأشياء لا بد أن تراعيها وأنت تسير في مسار تطوير نفسك وذاتك حتى تلقى النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. سنأخذ المحور اللي هو مع الله، لكن بعد أن نشاهد هذا المقطع أعزائي المشاهدين، نشاهد هذا المقطع سوية، فابقوا معنا. Allah
سألنا سؤالا قبل هذا الفاصل عن محور كيف يكون الإنسان إيجابيا مع الله سبحانه وتعالى، فنكمل مع الأستاذ محمد، كيف يكون إنسان إيجابي مع الله؟ هو الفاصل اللي حضرتكم عرضتوه ما شاء الله يعني فاصل مميز جدا. فعلا نجد هذا الشاب يعني مهتم بجسمه وبعضلاته وبالرياضة، ودي أشياء يعني أشياء طيبة يعني، ولكن أين هي أولوياتك الأولى؟ يعني اضبط بصلتك وركز على الأهداف والأولويات، الصلاة أم الرياضة؟ فحبيبنا دوت وصاحبنا الشاب دوت اللي عايز ينهض بنفسه هو اتجه اتجاه صح، ولكن ترتيب الأولويات كان خطأ إلى حد ما. فاهتم بالمسألة الرياضية أو تطوير جسمه وتطوير نفسه، وترك اللي هو أمر الله عز وجل هي الصلوات الخمس، إذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت والعياذ بالله فسد عمله كله. ذكرتني أستاذ محمد مرة كنا في النادي، فمن الأشياء الغريبة جدا أذن المؤذن لصلاة المغرب، فوجدنا بعض الأشخاص في صالة الحديد يحمل أثقال كثيرة ويتألم من حمل هذه الأثقال، وسبحان الله لم يصلي معنا على الإطلاق. فقلت سبحان الله في نفسي، قلت هذا الرجل الآن يدرب هذا الجسم، وفي نهاية هذا الجسم التراب والدود، ويغفل عن شيء الذي سيحمله معه إلى أبد الأبدين. أحسنت، فسبحان الله، بارك الله فيك. فلا بد الإنسان أن يسعى دائما إلى رفع مستوى علاقته بالله عز وجل. وفي فكرة جميلة جدا وبسيطة جدا أنا بسميها قانون الإضافة، كي ترفع مستوى علاقتك بالله عز وجل. إيش هو قانون الإضافة؟ يعني مثلا أنت ما شاء الله حريص على الصلوات، ولكن يعني حينما تسمع الإقامة تنزل من بيتك، فممكن يعني يفوتك تكبيرة الإحرام والركعة الأولى فتلحق يعني دائما كده. فماذا لو أضفت 5 دقائق فقط زيادة قبل وقت نزولك إلى الصلاة ووقت الإقامة، فلتقدم عملك وتعطي لنفسك مجال ووقت أوسع، وتبدأ للاستعداد للصلاة والنزول إلى الصلاة قبل موعدك الذي أنت معتاد عليه ب5 دقائق. أنت تذهب إلى دوامك مثلا في الصباح يعني على وقت البصمة قبل 2 أو 3 دقائق، فماذا لو بكرت شوية 10 دقائق وذهبت إلى عملك وقدت سيارتك وأنت مرتاح النفس والأعصاب، وذهبت مبكرا وحضرت نفسك للعمل ورتبت أعمالك ورتبت أولوياتك، ماذا سوف يكون أدائك؟ فلذلك يعني الأعمال أو مع الله عز وجل تحتاج منا إلى التحسين. لا يكن يومك مثل أمسك ولا غدك مثل يومك. فلا بد الإنسان يرفع مستوى علاقته بالله عز وجل بأن يضيف لأعمال الله وطاعاته المزيد من الأوقات، وشوية بشوية شوية بشوية هتجد نفسك أضفت لنفسك أعمال كبيرة جدا في أوقات كانت بالنسبة لك ضائعة. في يعني بعض الناس نجدهم من يختم القرآن الكريم في الشهر 2 مرات بسهولة، فتسأله إزاي؟ يقول لا كبدا، مع الأذان بذهب للمسجد، وأحيانا قبل المؤذن أصلي الصلاة الراتبة من السنة ثم أجلس أقرأ القرآن، فبمنتهى البساطة بخلص 2 جزء في اليوم. فماذا لو تضيف إلى نفسك هذا الشيء؟ أيضا من ضمن الوسائل لرفع الإنتاجية والفعلية والإيجابية مع الله عز وجل أن نهتم بمسألة الاستخارة، نلجأ دائما إلى الله عز وجل ونستخيره في جميع أعمالنا، ويعني أن نتلمس أوقات الخير وأوقات الطاعة زي الثلث الأخير من الليل. يعني يذكر أحد الشباب المبتعثين من شبابنا أنه ما شاء الله كان متفوق في الجامعة واستطاع أن يحصل على المستوى الأول ما شاء الله، وكافأته الجامعة برحلة إلى الهند، وتفاجأ هذا الشاب بأن معظم من معه في الرحلة من كبار الشخصيات من المسؤولين ورجال الأعمال، وأن الرحلة مكلفة للغاية، ولكنه لأنه طالع على حساب الجامعة كانت مجانية بالنسبة له. الرحلة كانت عبارة عن جلسة للعلاج لإفراغ الطاقة السلبية، بيسموها جلسة لعلاج الطاقة لإفراغ الطاقة السلبية على يد خبير هندي كانت في الهند، وكانت تتم لمدة 3 أيام في العام فقط، ويدفع من يذهب إليها $1,000. سبحان الله. ما هي الجلسة هذه؟ لمدة 3 أيام، تبدأ منذ الثلث الأخير من الليل تقريبا، يعني قبل صلاة الفجر تقريبا بساعة لربع كده، يقوم فريق التدريب أو العلاجي بإيقاظهم في الفندق، نفس الفندق،
ويطلب منهم أن يجلس على الأرض ويركز في أي شيء في الغرفة، أي شيء، جماد، حجر، لوحة، قلم، أي شيء يركز فيه ولا يركز في أي شيء غيره، ويمعن فيه التفكير لمدة نص ساعة اللي هو وقت الإيش من الثلث الأخير حتى بداية الفجر. ثم مع بداية الفجر يطلب منهم أن يخرجوا من خارج الغرفة ويتمشوا خارج الإيش الغرف في الفندق في الهواء الطلق، وبعد ذلك يطلب منهم أن يعودوا مرة أخرى إلى الغرف ويجلسوا نفس الجلسة لمدة 40 دقيقة تقريبا، ثم يخرجوا إلى الهواء الطلق مرة أخرى ويتناولوا وجبة إفطار دسمة. وفعلوا هذا الأمر لمدة 3 أيام، ولا تتخيل مدى تفاعل المشاركين بعد انتهاء الجلسة ومدى بكائهم وإحساسهم بالسعادة والنجاح وإقبالهم على المعالج الهندي أو الخبير الهندي هذا ومصافحتهم له بكل حرارة، وهم يبكون ولا يدرون لماذا يبكون. فأخونا هذا المبتعث المسلم كان يبكي أيضا، ولكنه ليس من أثر هذا العلاج، لأن هذا الفعل وهذا العلاج هو علاج رباني دعانا الله عز وجل إليه من أكثر من 1400 سنة، حينما قال عبدي عبدي هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأجيبه، حينما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل. هذه الجلسة الإيمانية وعبادة وتفكر ساعة خير من عبادة 1000 سنة. هذا التفكر وهذا التمعن هو ما قام به هذا المعالج، لم يقم بشيء زيادة. وقال الشاب للمعالج يعني ما شاء الله يعني جزاك الله خير، ولكن هذا الأمر موجود في ديننا الإسلامي. قال له أنت مسلم؟ قال له أيوة. قال له فعلا أنا جاني قبل كده ناس مسلمين وذكروا لي هذا الأمر، ويتميز دينكم بأن جلستكم الذي تقومون بها من قيام الليل ومن صلاة الفجر، يعني وقت الخروج من الفندق له وقت الصلاة، ذهب إلى الصلاة حيث تتنسم العبير الهواء الطلق الذي لم يلوث بعد بأنفاس العاصين، ووقت الجلوس هذا هو وقت الصلاة في المسجد، ثم الخروج عند الشروق، ثم الإفطار. هذا هو نفس البرنامج الرباني الذي يجب على المسلم أن يقوم به منذ بداية يومه. هذا هو الشحن الذاتي، هذه الطاقة الإيجابية التي تملأ بها نفسك، هذا هو الواقي الذي يمنع عنك أي شر وأي أذى. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. هكذا قال الشاب للمعالج، فقال له فعلا دينكم ندب إلى ذلك، ويزيد أمركم علينا بأنكم تفرغون الطاقة السلبية وتشحنون مكانها طاقة إيجابية. أما ما نقوم به هو مجرد تفريغ للطاقة السلبية. سبحان الله. فهذا هو يعني مسألة الإيجابية مع الله عز وجل. لابد أن نرتبط بالله عز وجل وأن نتمسك بمفاتيح طاعته، نتمسك بمفاتيح الجنة. من صلى 12 ركعة في اليوم، هذا هو الشحن الذاتي الإيماني من الله عز وجل الذي يضمن لك الإيجابية طيلة حياتك مهما واجهت من صعاب بإذن الله عز وجل. نعم. بارك الله فيك أخو أسامة. أما الآن لو نأخذ المحور الآخر اللي هو الوضع المادي. نعم. كيف الإنسان يكون إيجابي في الوضع المادي؟ نعم. طبعا يعني كل منا له وظيفته، كل منا له آماله وطموحاته وأعماله، يعني فلا بد أن الإنسان دائما مطلع ويقرأ ويطور نفسه ويزيد من ثقافته في مجال تخصصه أو مجال عمله، أيضا نكتسب مهارات ونكتسب خبرات جديدة ونطور أنفسنا ونطلع إلى الآفاق الجديدة في مجال التخصص، ولا بد أن نصل إلى مرحلة الجودة والإتقان في أداء أعمالنا اليومية، وأن نفعل ذلك بكل إيجابية وكل حماسة. يعني أحد رجال العقارات مر على 3 من العمال كان بيهدم أو بيكسروا في حجر، فسأل الأول ماذا تفعل؟ فقال له أكسر هذا الحجر حتى أصنع منه حجارة صغيرة لنستخدمها في البناء مرة ثانية. وسأل الثاني ماذا تفعل؟ قال له أهندس هذا الحجر حتى يصبح لوحة جميلة في البناء الجديد. وسأل الثالث ماذا تفعل؟ قال له أبني ناطحة سحاب. كل منهم أخي الكريم يقوم بنفس العمل، ولكن النفسيات مختلفة، الروح مختلفة، ومن ثم الأداء بيختلف.
فإذا أنت نظرت إلى عملك أنك تقدم شيء نافع لنفسك أولا ولأسرتك ولمجتمعك ولوطنك، سوف تستطيع أن تعمل وأن تجد وأن تجتهد وأن تصل إلى مرحلة الإتقان أو الجودة الذي هي مطلوبة الآن من ضمن المعايير المطلوبة في كل الأعمال والتي يسعى إليها جميع الإدارات وجميع أصحاب الأعمال. فهذه هي الإيجابية في الميدان المادي. ومن ثم إذا أنت طلبت زيادة مثلا من مديرك، هتقول له والله أنا عايز زيادة لأن العقارات زادت والسلع زادت والأشياء دي زادت، ولا أنا عاوز زيادة في راتبي لأن أنا ولله الحمد أطور من نفسي، أخذت الدورة الفلانية، أخذت الدبلومة الفلانية، قدمت المشروع الفلاني وكانت مبادرة وزادت إنتاجية وفاعلية وربحية الشركة بنسبة لا بأس بها، تطلعت إلى مشروع جديد وطورت ونميته، كان هناك عطل أو عطب أو تأخر في عمل شيء، هذه هي الأشياء التي تفتح لك الأبواب المغلقة. أما زيادة في العقار، زيادة في المصاريف، في المدارس، هذه أشياء يعني يمر بها الجميع. فأنت قدم كي تستطيع أن تأخذ. جميل أستاذ محمد. يعني الآن لو سألتك سؤالا، ماذا تلخص في نهاية هذه الحلقة التي استمتعنا الحقيقة معكم فيها، ماذا تلخص بعبارة في نصف دقيقة عن الإيجابية؟ أعتقد يا أخ أسامة أن الإيجابية كما ذكرت سابقا هي الوقود الذي يحركنا نحو الإنجاز والنجاح، وهذا الوقود هو الذي به نستطيع أن نرتقي بأنفسنا مع الله عز وجل، ومن ثم ينطبع ذلك على وضعنا المادي وعلى أدائنا الوظيفي، ومن ثم نرتقي بأوطاننا ونرتقي بمستوى إنتاجيتنا وفاعليتنا حتى يكون إنتاجا رائدا يضمن لوطننا الريادة والسيادة كما كان سابق عهد أوطاننا، ونكون فعلا في مقدمة الأمم كما هو حق لنا وكما هو الله عز وجل أمرنا به أن نكون نحن سادة هذه الدنيا، ولن نسود هذه الدنيا إلا إذا سدنا وقدنا أنفسنا. فلذلك لابد أن نحمس أنفسنا ونحمس أبنائنا وأن نبذر الإيجابية وأن نزرع الأمل وأن نطور ذواتنا وأن نطور أبنائنا وأن نطور شركاتنا وأعمالنا حتى نحصد وحتى نجني ثمار هذه الإيجابية، منتجات فعلية حقيقية ذات قيمة يكون منها الهدف الذي يسعى إليه الجميع، ألا وهو رضوان الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وليكن شعارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحقيقة يعني أفدتنا أستاذ محمد، جزاك الله خير على هذا البرنامج وعلى هذه الحلقة الرائعة جدا. الحقيقة باسمكم جميعا نشكر الأستاذ محمد على يعني ضيف هذا البرنامج على هذه الحلقة. الإيجابية هي وقود النجاح، ونسأل الله أن يكون كل واحد فينا استفاد من هذه الحلقة الاستفادة التي تدعه ينطلق إلى النجاح كما ذكر الأستاذ محمد. إلى ذلك الحين أعزائي المشاهدين، نأمل أن تكون هذه الحلقة حازت على رضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في عالم متداخل فيه المبادئ تحتضر، في ظل ما نحياه من فوضى ثقافات البشر، وشبابنا في أوجه لم يتخذ سبل الحذر، نبض الشباب مؤشر وعلامة تعني الخطر.